بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرجاء للمحسنين والخوف على المسيئين: أما من شهد له المؤمنون فيستدل له بحديث أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا الكلام يستدل به المؤلف رحمه الله تعالى على قول من قال: إن من شهد له المسلمون بالجنة والصلاح والخير فهو من أهل الجنة، ومن شهد له المسلمون بالشر وفي النفاق أو الكفر فهو من أهل النار، أنتم شهداء الله في أرضه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المسلمين على شهادتهم للأول بالخير والصلاح، وأقرهم وقبل منهم شهادتهم على الثاني بخلاف ذلك، فهذا يستدل به على القول الثالث أن من شهد له المسلمون بالخير والصلاح إنه من أهل الجنة. وتقدم لنا أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أو شهد له بالنار. أما من شهد له بالجنة فيؤخذ من قوله: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، والثاني: أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. والمسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله. القول الأول أننا لا نشهد إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقط دون غيرهم. الثاني أننا نشهد للأنبياء والرسل ولمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من الصحابة رضي الله عنهم، هذا القول الثاني. القول الثالث أننا نشهد لمن شهد له المسلمون بالصلاح والاستقامة. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال، أعدلها وأقربها إلى الصواب القول الثاني، والله أعلم. لأن من شهد له المسلمون بالجنة بالصلاح والاستقامة لا يدرى هل يقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك أو لا. في موضوع شهادتهم رضي الله عنهم أولئك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندهم اعتدال في الشهادة والاستقامة، لا يشهدون لكل أحد. وهكذا فقالوا: من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة، ومن لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنا لا نشهد له بالجنة. بخلاف القول الأول فهو كأنه يرد شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بالجنة، يقول: ما نشهد لأحد بالجنة إلا للأنبياء والرسل. وهذا قول ما هو معتدل، ما هو جيد بالحيل،
لأن كونه لا يشهد إلا للرسول الذي شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، هل نرد شهادتهم؟ قال لنا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هذه شهادة واضحة بأن الحسن والحسين في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة رضي الله عنهم، وهكذا والستة من العشرة المبشرين بالجنة بالجنة، وهكذا. فكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالجنا شك في أنهم في الجنة. كم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وطلحة بالجنة ثم نرد شهادته؟ لا يليق بنا ذلك. فأعدل الأقوال هو الوسط الثاني، أن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة، ومن لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم توقفنا في ذلك، مع العلم أننا نظن للمسلم الظن الحسن، نقول هذا إن شاء الله من أهل الجنة، هذا رجل صالح، هذا في خير، هذا تقي، هذا يخاف الله، هذا يعطي الحق صاحبه، هذا يعمل الصالحات، نظن بالمسلم الظن الحسن. وأما الظن السيء فكذلك، فمن كان عمله سيء وعمله مؤذي للمسلمين فإنا نظن به الظن السيء ولا نحسن به الظن ولا نؤيسه ولا نقنطه من رحمة الله. فالله جل وعلا يرحم من شاء من عباده بالعمل اليسير الصالح، ويخذل من شاء من عباده كما يشاء سبحانه. وإنما على المسلم أن يحسن العمل فيما بينه وبين الله، فإذا حسن العمل بينه وبين الله وظن بالله الظن الحسن فهو حري أن يصل إليه إن شاء الله، ولا نجزم بذلك ولا نقنط المسلم من رحمة الله وإن عمل بالسيئات. فقد جاء في الحديث أن رجلا كان من بني إسرائيل يمر على صاحبه فيجده يعمل السيئات، فيقول يا عبد الله اتق الله ودع ما كنت تصنع فإنه لا يحل لك، فيمر به في اليوم الثاني فيجده كذلك وكذلك في اليوم الثالث، فقال والله لا يغفر الله لفلان، غضب عليه لكثرة عمله السوء، فحلف بالله أن الله لا يغفر له. وقال الله جل وعلا من ذا الذي يتآلى علي ألا أغفر لفلان، لقد غفرت لفلان وأحبطت عملك أنت أيها المحالف والعياذ بالله، لأنه تحجر رحمة الله جل وعلا. فالله يعطي العطاء الجزيل على العمل اليسير، ويحرم العبد الجنة والثواب بعمله وإن كان كثيرا، لكنه لما لم يكن خالصا أو صوابا أو مأجور فيه فإنه يرد عليه. وهكذا فينبغي لبعض الإخوة أن يحسنوا الظن بالمسلمين عموما، ولا يحتقروا أحدا مهما كان عمله ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنؤمن بأن الله جل وعلا قادر على أن يدخله الجنة من أول وهلة ويغفر له ذنوبه كلها، وأنه جل وعلا قادر على أن يحبط عمل العبد إذا كان سيئا، إذا كان ظاهره الصلاح لكنه فيه شيء من النفاق أو الكفر أو الضلال، فالله قادر على إحباط عمل العامل. وإنما على العمل على العامل أن يسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. أرجو الله جل وعلا أن يجعل عملي وعملكم خالصا صوابا على وفق سنة محمد صلى الله عليه وسلم مقرب إلى الله، وأن يجنبنا الغلو والزيادة والنقص
يجربنا الغلو إنه سميع مجيب. نعم. لكن هذا الخطاب لجماعة من خيار الصحابة رضي الله عنهم. هذا الذي قال عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في أرضه. هذه تصلح أن تقال لكل أحد؟ لا، هذه قالها الصحابة رضي الله عنهم خيارهم، أثنوا على هؤلاء. وثناء الصحابة غير ثناء غيرهم من الناس. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، قال: أنتم شهداء الله في أرضه. فيجوز أن يشهد خيار من الناس على شخص بأنه من الخيار ثم يتبين أنه بخلاف ذلك، لأنهما في إقرار للرسول لهم على شهادتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرر صحة الشهادة إلا إذا علم من الله جل وعلا أنهم كذلك. فيجوز أن يشهد الآن جماعة من الناس على رجل بأنه سالم وأنه طيب وأنه طيب القلب وأنه كذا وأنه كذا، فإذا قلنا لأحد: أهل يصلي الرجل؟ قال: ما أدري. يقول: كيف تشهد وأنت ما تدري هل يصلي ولا لا؟ هل يحضر الصلاة في المسجد؟ قال: ما أدري. طيب شلون تشهد له؟ فالشهادة تختلف في هذا الوقت عن الوقت السابق، وشهادة هؤلاء الناس تختلف عن شهادة الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة ممن لا تأخذهم في الله لومة لائم رضي الله عنهم، ما يبالون بأحد ولا يجانبون ولا يشهدون لأحد وهو بخلاف ذلك. نعم. لكن هذا خطاب لجماعة من خيار الصحابة رضي الله عنهم، فلا يتأتى اعتبار أي جماعة من الناس أن شهادتهم لشخص توجب الشهادة له بالجنة إذا شهدوا له بالخير والصلاح. لكن شهادة المسلمين والصالحين مما يستبشر به ومما يبشر بالخير ويبعث على الرجاء، أما أن يشهد له بالجنة بناء على هذا فلا. وهذا المثنى عليه خيرا لم يعلم أنه في الجنة إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وجبت، وهذا لا يتأتى لغيره من الناس. وقوله: ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نرجو للمحسنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. ونستغفر للمسيئين، قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالله ندب نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر ربه لذنبه وللمؤمنين. الله جل وعلا أمرنا بأن نستغفر لأنفسنا وللمؤمنين والمؤمنات، نستغفر لهم، نرجو الله أن يغفر لنا ولإخواننا المسلمين. هكذا نرجو الله أن يغفر لنا ولإخواننا المسلمين. لقال لنا: ما تقولون في هذا الرجل؟ نقول: هذا فيه خير، ونرجو الله جل وعلا أن يتجاوز عنا وعنه وعن جميع إخواننا المسلمين. ما نحكم له بجنة ولا نار، وإنما نستغفر له. والاستغفار حسن، ومطلوب من كل مسلم أن يستغفر لنفسه ولمن سبقه من إخوانه المسلمين. استغفر لذنبك وللمسلمين والمسلمات. نعم. نرجو للمحسنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. ونستغفر للمسيئين، قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالله ندب نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر ربه لذنبه وللمؤمنين، وهذه سنة الأنبياء. فقد ذكر الله عن نوح أنه قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وعن إبراهيم أنه قال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
وقد أثنى الله على الذين يستغفرون لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أثنى الله جل وعلا على المتأخرين لماذا؟ باستغفارهم لإخوانهم المؤمنين السابقين لهم الذين سبقوهم. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يستغفر لنفسه ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع المسلمين المتقدمين والمتأخرين، يستغفر لهم ولا يقول عنهم إلا الخير. يروى أن رجلا دخل على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فطلب منه شيئا من المال، فقال هل لك في شيء؟ قال نعم، أنا من المسلمين، أنا من المسلمين، لي حق في المال الذي عندك. قال هل أنت من الصحابة رضي الله عنهم؟ قال لا يا أمير المؤمنين، لا أدرك، ما أدركت الصحابة. قال هل أنت من التابعين؟ قال لا، ما أدركت التابعين. قال ممن أنت؟ قال ممن تبعهم بإحسان. قال لا، شهادتي عليك أنك ممن تبعهم بغير إحسان. أنت تسب الصحابة أو تسب التابعين، فهذه شهادة مني لك بأنك لست من التابعين لهم بإحسان، فأنت لا تستحق شيئا في هذا المال، لأن المال الذي بين يدي لله ولرسوله وللصحابة وللتابعين لهم بإحسان، أما من تبعهم بسوء فليس له حق ولا نصيب من هذا المال. نعم. فينبغي أن يكون هذا دأب المسلم، فيستغفر ربه لنفسه ولإخوانه المسلمين. وقوله ونخاف عليهم، قال في المحسنين ولا نأمن عليهم مع إحسانهم، وهنا قال ونستغفر لمسيئهم ولا نخاف عليهم ولا نقنطهم. ونخاف عليهم، ونخاف عليهم ولا نقنطهم، فنخاف نستغفر لهم ونخاف عليهم من عذاب الله ولا نقنطهم من رحمة الله. مهما عملوا من أعمال سيئة ما نقنطهم، لأن الله جل وعلا وعد بأنه يغفر الذنوب جميعا، ما كان دون الشرك فهو يغفره سبحانه وتعالى. نعم. فنخاف على المسيئين من عقاب الله ولا نؤمنهم كحال المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ولا نقنطهم كحال على عكس الخوارج. المرجئة الذين يقولون اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يضرك ذنب مهما عملت، إن زنيت أو سرقت أو شربت الخمر أو أي عمل عملته يغفر هذا. يقول ما أدريك أنه يغفر، قد يغفر وقد لا يغفر. لا تقنط المسلم، لا تخوف وتقنطه ولا تبشره بشيء غير حقيقي وغير مؤكد، لا تدري ما الله صانع به. فلا يجوز للمسلم أن يقنط أحدا من المسلمين، كما لا يجوز له أن يبشر المذنب بالتوبة والاستقامة على الحق ودخول الجنة، لأنه لا يدرى ما يختم الله له به من الأعمال الحسنة أو السيئة. يكون المسلم بحق أخيه المسلم بين الرجاء والخوف. فالمرجئة على اسمهم يعني يرجون المسلم، يقولون مهما عملت من الذنوب فإنها لا تضرك، هذا خطأ. والآخرون يقولون إذا عملت أي ذنب فإنك خالد مخلد في النار، هذا خطأ. كلاهما خطأ. الأول فيه رجاء زائد، الثاني فيه تقنيط زائد، تقنط المسلم من رحمة الله
الخوف والرجاء يكونان عند المسلم بمثابة جناحي الطائر. إن غلب أحدهما على الآخر أهلك صاحبه. قال بعض العلماء إلا أنه في حال المرض ينبغي أن يجنب غالب إن جنب الرجاء، يعني يزيد في الرجاء لأنه لا يستطيع أن يعمل. وفي حال الصحة يزيد في جانب الرجاء، في جانب الصحة يزيد في جانب الخوف، وفي جانب المرض يزيد في جانب الرجاء، يرجو رحمة الله. نعم. فنخاف على المسيئين من عقاب الله ولا نؤمنهم كحال المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ولا نقنطهم كحال الخوارج الذين يقولون لا يرجى لهم مغفرة ولا رحمة ولا يدخلون الجنة. وهذا مسلك أهل السنة رضي الله عنهم، فهم وسط بين هذه الفرق، وسط في باب الأسماء والصفات، وسط في أفعال العباد، وسط في أسماء الإيمان والدين، وسط في أهل الكبائر، وسط في الصحابة. فكل هذه العبارات تتضمن تقرير التوسط في أمر أهل الذنوب، فلا نكفرهم ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. يكون المسلم في حق أخيه المسلم في جانب الوسط، في حقه في جانب الوسط، ما يقنطه من رحمة الله ولا يؤمنه من عذاب الله. عذاب الله عنده يعذب من شاء، ورحمته أوسع من كل شيء، فهو إذا شاء رحم العبد وإن عمل بالسيئات. فقد يعمل العبد بسيئات يكون تحت المغفرة ويغفر الله له ذلك، وقد يعمل العبد سيئات لا يغفرها الله جل وعلا له فيؤاخذ بذنبه. فعلينا أن نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله تبارك وتعالى، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراده صلى الله عليه وسلم، وهو الله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل نستطيع أن نشهد للخوارج بالنار؟ لا يا أخي، يقول الخوارج على سبيل العموم متوعدون بالنار، لكن ما نقول لواحد منهم هذا من أهل النار قطعا، لا، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وسئل علي رضي الله عنه الذين قاتل الخوارج وقاتلوه رضي الله عنه وأرضاه، قالوا: أهم كفار؟ قال: لا، هم من الكفر، فروا من الكفر، لكنهم ما أحسنوا الفرار، ما لجعوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة، أخذوا بالبدعة، فروا من الكفر إلى ما هو حوله أو دونه أو أعلى منه. والطائفة عموما ما يجوز أن نشهد لها بجنة ونار عموما حسب الأفراد. الأفراد علمهم عند الله جل وعلا، قد يكون هذا من الخوارج لكنه تاب إلى الله وأناب ورجع عما يعتقده، فهذا يؤمل فيه الخير. وقد يكون الرجل من الصلحاء لكنه يسيء الظن بالمسلمين وينتقدهم ويؤذيهم، فيختم له بسيء عمله فيكون من أهل النار والعياذ بالله. يقول السائل: هل يجوز أن نشهد لمن سب الله والدين بالنار ونقول هو من أهل النار؟ الشاهد والكلام الصواب في واحد أن تقول لمن يشهد أن لا إله إلا الله
بأنه من أهل الجنة، ولا تدري هل يدخل الجنة من أهل ولي وأهله أو لا يدخلها إلا بعد مئات السنين أو آلاف السنين. الكافر مطلقا يشهد له بالنار إذا مات على حاله، المسلم يشهد له بالجنة إذا مات على حاله، لكن ما نقول هذا في الجنة من أول وهلة، لا، ماله إلى الجنة والله أعلم بحاله. علينا أيها الإخوة ألا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، فنقول أبو بكر رضي الله عنه في الجنة قطعا. لما؟ لأن الرسول شهد له، عمر، عثمان، علي رضي الله عنه جميعا كلهم في الجنة قطعا. وإن سب بعضهم الخوارج، سبوهم أو آذوهم أو الرافضة أو غيرهم من أهل البدع، لا يضيرهم ذلك، بل هذا زيادة في حسناتهم، كما قيل لعائشة رضي الله عنها إنها هنا أناسا يسبون الصحابة، حتى أبا بكر وعمر يسبونهم. قالت وما يدريك أن الله جل وعلا تفضل عليهم باستمرار الحسنات، وانقطعت حسناتهم بموتهم، فأراد الله جل وعلا أن تستمر أعمالهم بتعرض هؤلاء الفسقة لهم، لأن من تعرض لمسلم فالخطر على المتعرض، على الذي يؤذي المسلم. يقول السائل: زوجتي لا تريدني أن أتزوج بامرأة ثانية، وتقول لي ماذا ينقصك معي؟ نقول لها النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، ما تعم كم زوجة عن تسع، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولا قالت له عائشة رضي الله عنها وهي أحب زوجاتي إليه ماذا ينقصك. والمسلم مأمور بأن يتسبب للصلاح والاستقامة ودعوة الله، ويتسبب لطلب الولد الصالح، وهكذا. المرأة تنتهي، والمرأة تمرض، والمرأة تموت، والمرأة كذا، والرجل باق يحتاج إلى زوجة. فلا يجوز للمسلمة أن تحجر على زوجها أن لا يتزوج، وإنما يجب عليها أن توصيه بالعدل. علينا أن نوصي إخواننا كلهم بالعدل، بالعدل بين الزوجات. من كان عنده أكثر من زوجة ومال مع إحداهن، جاء يوم القيامة يشقه مائل، فضيحة له، لأن هذا يميل مع الزوجة. وإنما ينصف ويعدل بينهن، ثم لا يلام في محبته لواحدة دون الأخرى. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له من أحب الناس إليك، قال عائشة رضي الله عنها، قال من الرجال، قال أبوها. فيعلن عليه الصلاة والسلام أن أحب زوجاته إليه أمهات المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك هو يعدل فيها، ما يعطي أكثر من حقها إلا ما أعطاها الله جل وعلا. ولما تنازلت سودة رضي الله عنها تطلب رضا النبي صلى الله عليه وسلم، تنازلت عن حقها من النبي صلى الله عليه وسلم، أعطته لعائشة، تطلب حبه صلى الله عليه وسلم، حبه صلى الله عليه وسلم، فوافق على ذلك. فإذا كان الرجل عنده أكثر من زوجة مثلا، وتنازلت إحداهن لكبرها أو مرضها أو نحو ذلك، وأعطته لواحدة من الأخريات، فلها حق في ذلك. وإن قالت ليلتي ويومي لك، فاصرفه كيف شئت، فله أن يصرفه كيف شاء. وإذا قالت لفلانة، فليس له أن يصرفه لغيرها. وهكذا أيها الإخوة، فالعدل واجب. وأما منع الزوج من أن يتزوج بزوجة أخرى، هذا ليس من العدل ولا من الإنصاف. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكثر هذه الأمة نساء،
جل الصحابة رضي الله عنهم مات عن أربع نسوة، بعضهم مات عن ثلاث، بعضهم مات عن اثنتين. التعدد مطلوب أيها الأخوة، وطلب الولد مولود مطلوب، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يقول السائل: هل يشترط في الطواف سبعة أشواط؟ نعم يا أخي، كل طواف سواء كان ركنا من أركان الحج أو ركنا من أركان العمرة أو طواف تطوع أو طواف نسك كطواف القدوم أو طواف واجب كطواف الوداع ونحو ذلك، هذه كلها لا بد أن تكون سبعة أشواط، فإن كمل السبعة فبها، وإلا فلا يعتبر له طواف صحيح إلا إذا كمله بعد ذلك، كان إقام الصلاة وفي الشوط الرابع أو الخامس أو الثالث أو السابع أو الثاني، فيلزم أن يتمه حتى يتم طوافه، فإن خرج ولم يتمه فلا يخلو، إن كان واجب لا بد أن يعيده، وإن كان غير واجب فهو بالخيار، إن شاء كمله وإن شاء لم يكمله، ما في حرج والحمد لله. فإذا صار طواف تطوع فإن شئت كمله بعد الصلاة، وإن شئت لم تكمله فلا بأس عليك. يقول السائل: هل في صلاة النافلة سجود سهو؟ نعم، سجود السهو واجب أحيانا ومستحب أحيانا، إذا كان لترك سنة فإنه مستحب، وإذا كان لترك ركن فإنه واجب، وإذا كان لترك واجب فإنه واجب كذلك، فيجب على المرء أن يسجد للسهو فيما يسجد فيه بالفريضة. سجود السهو يتأتى في النافلة والفريضة. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن في المسجد بصوت يشوش فيه على من يجلس بجانبه؟ لا يجوز أخي أن تشوش على من كان بجوارك، لا بقراءة ولا بدعاء ولا بأي تصرف، بل يكون مناجاة العبد لربه سرا، يناجي ربه بالقراءة بالدعاء بالتضرع إليه سرا، ولا يشوش على من حوله. يقول السائل: أن والده مصاب بمرض الحصوة ويجب عليه الإكثار من شرب الماء والسوائل، إذا صام يصوم يومين متتابعين ثم لا بد من إسعافه إلى المستشفى، فما حكم فطره علما بأنه يصوم يوما ويفطر يومين؟ لا بأس على المرء إذا كان مريضا ألا يستطيع مواصلة الصيام أن يفطر في بعض الأيام، إذا أحس بالتعب أن يفطر، ولا يجوز له أن يشق على نفسه، لا يستمر على صيامه إذا كان صيامه يضره. الله جل وعلا رخص للمريض أن يفطر كما رخص للمسافر أن يفطر إذا كان سفره يضره بالصيام مع الصيام، فالرخصة واجبة له أن يأخذ بها، أما إذا كان لا يضره الصيام فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. كذلك المريض إذا كان مرضه يضره يزيد مرضه إذا صام فله أن يفطر، وإذا كان مرضه لا يزيد مع صيامه فلا بأس عليه أن يصوم. يقول السائل: ما حكم من دعا لنفسه وهو يصلي على الميت، مثلا يدعو للميت ويقول: اللهم ارحمه برحمته وارحمني إذا صرت إلى ما صاروا إليه؟ نعم، لا بأس عليه أن يدعو لنفسه، لأن الإنسان ما يلام إذا دعا لنفسه ولوالديه مع دعوة للميت، لكنه لا يفلس الميت من الدعاء، لأن الهدف من الصلاة الشفاعة والدعاء لهذا الميت، فيحسن بنا أن نكثر من الدعاء له والترحم عليه وندعو له بالمغفرة والرحمة.
يقول السائل: ماذا يقول المعتمر قبل أن يعتمر عند رؤية الكعبة؟ إذا رأى الكعبة يقول: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره أو جاور فيه أو لزمه توفيقا وسلامة وبرا. هذا دعاء مستحب وليس بواجب، ما يجب على المسلم أن يقول شيئا. يقول السائل: أمي تقول لي أخف اللحية وأنا أطولها. اللحية لا ينبغي أن يتعرض لها المرء لا بتطويل ولا تقصير، يتركها كما خلقها الله جل وعلا، فإن طالت يفرح بذلك ويسر، وإن قصرت كذلك، وليس عليه أن يعالجها بشيء، لأن علاجها مناف لإكرامها، فإكرامها بتركها كما هي. أكرم اللحى، أرخ اللحى، أحف الشوارب، وأوفر اللحى، وهكذا. فيجب على المرء إعفاء لحيته ولا يطيع أمه في ذلك، لأنه إذا حلقها أو خففها فقد عصى الله جل وعلا، ولا يجوز للمسلم أن يطيع أمه ويعصي ربه، وإنما لا طاعة لمخلوق كائنا من كان بمعصية الله. وعلى العبد إذا خاف من الشر أو وقع فيه أن يتجاوز الله عنه بمعصيته أحيانا، فنقول: لا يجوز للمرء أن يخفف لحيته ولا أن يحلقها ولا أن يأخذ منها شيئا إلا إذا اضطر لذلك. إذا اضطرته الولاية قالوا له: مثلا لحيتك طويلة وأنت كذا وأنت كذا، يصفونه بصفات ومنها بريء، فيجوز له حينئذ أن يخفف منها حينئذ، لأنه يكون مضطرا، والضرورة لها أحكام بخلاف الرخاء. فلذا قال العلماء: لا يطيع أمه ولا أباه في حلق لحيته، وعليه أن يطيع الدولة إذا ألزمته بذلك، لأن الدولة قد تضره، بخلاف الأم والأب فإنهما لا يضرانه. يقول السائل: ما حكم قيام الليل بالاعتماد على المصحف؟ لا بأس بذلك والحمد لله، عليك أن تقرأ المصحف حتى تمر على القرآن كله، لأنك قد لا تتمكن من حفظ آيات أو سور كثيرة، وتحب أن تقرأ كثيرا فلك أن تقرأ في المصحف ولا حرج عليك. وقد جاء أن لعائشة رضي الله عنها إمام يصلي بها التراويح كان يقرأ من المصحف. يقول السائل: كيف أكون من المحسنين، ومن هم المحسنين؟ المحسنون الذين أحسنوا العمل بينه وبين الله جل وعلا، وعبدوا الله حق عبادته. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمحسن هو من يأتي بالأعمال الصالحة ويجتنب الأعمال السيئة، فاجتهد في الأعمال الصالحة يثيبك الله. يقول السائل: أحرمت قبل الميقات وأنا في الطائرة بحوالي ساعتين، بحوالي 2000 كيلومتر قبل الميقات، فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، هذا ما بالاحتياط. إذا كنت في الطائرة وقال لك صاحب الطائرة المضيف هو العامل فيها: إننا قربنا من الميقات، فلك أن تحرم بالحال، أحسن لك من أن تؤخر حتى تصل، لأنه قد تصل الميقات وأنت غافل أو ساهي أو لاهي، فيتجاوزه بدون إحرام، فعليك أن تحرمه متقدما، والتقدم لا ضرر فيه بخلاف التأخر عن الميقات، فقد يوجب على المرء هذه. يقول السائل: ما حكم الزوجة الثانية، هل تطلق أم كيف؟ عليك أن تصلحها أولا، وخاصة إذا نكالك منها أولاد. إذا تابت وأنابت واعترفت بالذنب وتابت منه فإن الله يتوب على من تاب.
ولا يحسن أن تطلقها لأنك ربما ترزق منها ولدا صالح أو ربما فيها أولاد صالحين لك أو ولدوا فتقذبهم، وإنما عليك أن تستصلحها، ولا بأس عليك أن تهجرها وقتا طويلا أو تؤدبها بما تراه مؤدبا لها. يقول السائل: والدي مريض فيه سكر وضغط وفشل كلوي، توفي بعد رمضان، وأنا دفعت عنه 45 كيلو وحدة كيس. لا بأس عليك أخي فيما أعطيته عن والدك فأنت مأجور، وأما والدك فلا يجب عليه شيء ما دام دخل عليه رمضان وهو مريض أو توفي بمرضه هذا، فإنه لا يجب عليه شيء، وإنما يجب على من دخل عليه رمضان وهو صحيح لكنه لا يستطيع الصيام، كحال أنس بن مالك رضي الله عنه وصحيح لكنه كبر سنه ما يستطيع الصيام، وكان يتصدق بخمس يجمع 30 مسكينا يطعمهم في أول يوم من رمضان ويكفيه عن سائر الشهر. أما إذا مرض ومات من مرضه هذا فإنه لا يجب عليه شيء، وإذا مرض وشفي ولم يقضي ثم مات بعد هذا فيجب عليه أن يطعم عنه مسكين عن كل يوم. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يغتسل في بيت الخلاء اضطرارا؟ نعم لا بأس، اضطرارا أو غير اضطرار ما في حرج إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز أن أشتري إقامة بعقد عمل ب25,000 ريال ولكن بنية العمرة والحج دون العمل؟ المقاصد تابعة لوسائلها، يعني إذا قصدت بهذا العمل الخير فالله جل وعلا يثيبك ويعطيك الخير، وإذا قصدت بعملك هذا الشر فالله يعاقبك، ولا يجوز الكذب، لكن إذا كذبت في شيء تستحقه فلا مانع لك من ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا اشترى المرء وسيلة توصله إلى عمل صالح فلا بأس عليه، كان يشتري وسيلة توصله إلى الحج أو يعطي لأجل أن يحصل على رخصة للحج فلا بأس بذلك، ويكون الإثم على آخذ الرشوة، وأما دافعها فهو معذور في هذا. يقول السائل: أنا هنا في مكة وأريد أن أقوم بعمرة لأمي متوفية لم تعتمر ولم تحج لظروف كثيرة، من أين أبدأ بالإحرام؟ هل من مسجد عائشة؟ تحرم من الحل ما دمت مقيم في مكة وتريد العمرة، فتخرج إلى الحل، إن خرجت إلى مسجد عائشة فبها ونعمت، أو خرجت إلى الطائف أو خرجت إلى جدة أو خرجت إلى عرفات أو إلى أي مكان تحرم منه خارج حدود أميال الحرم، إذا خرجت عن أميال الحرم فلك أن تحرم بعمرة وتدخل مكة، لكن لا تكرر مثل هذا أخي، لا تكرر تحرم اليوم عن أبيك وغدا عن أمك وبعد غدا عن جدك وهكذا، هذا لا يليق، وإنما إذا أحرمت عن واحد منهم وتركت الإحرام فترة طويلة واشتقت إلى هذا النسك العظيم فلا بأس عليك أن تحرم. أيها الإخوة، قيام الليل سنة مؤكدة في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو واجب عليه بنفسه، واجب عليه صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله جل وعلا له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والعمل الصالح من أحبه إلى الله قيام الليل،
فالصلاة هي أحب الأعمال إلى الله، وقيام الليل أفضل من صلاة في النهار، وكلما صلى العبد في الليل فهو أحب إلى الله جل وعلا وأقرب إليه وأكثر ثوابا، لأنها بعيدة صلاة الليل عن الرياء وأقرب للإخلاص وأبعد عن شتت النظر والبعد يمينا وشمالا، وإنما هو يناظر ويرجو رحمة ربه يصلي متوجها إلى الله جل وعلا. فحري بنا أيها الإخوة ألا نفرط في قيام الليل، لا في رمضان ولا في غيره، لا في رمضان ولا في غيره، ولا يكون قيامنا لليل في رمضان فقط، وإنما يجعل العبد لنفسه شيئا من الليل يصليه في رمضان وفي غيره. ومن داوم على وتر النبي صلى الله عليه وسلم حسن 11 ركعة أو 13 ركعة يصلي ركعتين ركعتين ويسلم، أو يصلي ركعتين ركعتين ويسلم، ثم يصلي 5 ركعات يوتر بهن، أو 7 ركعات يوتر بهن، أو 9 ركعات يوتر بهن. فالوتر حق، ويستحب للمرء أن لا يتركه، ينبغي له أن لا يتركه. والوتر يجوز أن تجمع 11 ركعة في نصف ساعة، ويجوز أن تصلي 11 ركعة كل الليل كله بحسب طاقتك، إن أطلت الركوع والقيام والسجود فبها ونعمت فتقلل الركعات، وإن خففت فتكثر الركعات، ولا بأس عليك أن تزيد على 11 ركعة، لا بأس عليك أن تزيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الزيادة، وإنما كان يواظب على 11 ركعة عليه الصلاة والسلام، وقام بعض الليالي بأقل من هذا العدد بعدد قليل، لكن لا تسأل عن حسنهن وطولهن، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي من الليل ويطيل القراءة والصلاة، فصلى مرة افتتح بالبقرة والنساء وآل عمران 3 سور صلىها في ركعة واحدة، والركعة الثانية قريب من ذلك، وهكذا. فلا يلزم أن تصلي 11 ركعة، وإنما لك أن تنوع، يوما تصلي 3 ركعات، ويوما تصلي 11 ركعة، ويوما تصلي 5 ركعات، ويوما تصلي 6-7 ركعات، وهكذا. فيحسن بالمرء أن يواظب على الوتر، فالوتر حق، والوتر حق، الوتر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أوتروا يا أهل القرآن. وصلاة الليل أنواع، صلاة ما بين المغرب والعشاء هذا من التهجد ومن قيام الليل، لكنه لا يعتبر من الوتر، لا يصير من الوتر. الوتر ما كان بعد صلاة العشاء، وما كان بعد النوم يعتبر تهجد، لقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيحسن بنا أن نواظب على صلاة الليل، فهي أحب إلى الله من صلاة النهار. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.